فانوس رمضان 3D، فانوس حلو تغيير في رمضان. اخترت شكل لفانوس، رسمته على ورق. طبعا انا اخترت 6 ورق، بحس ال 3D افضل في 6 ورق او اكتر 8. حطيت احمر ازرق بالترتيب 3 مرات كل مرة. بعدين بعد ما قصيتهم حطويهم من النصف وافرقهم عن بعض. بعدين بواسطة اللاصق حلزقهم من النصف بعض. طبعا انا بعتقد كل ما كان الورق اخمل كل ما كان افضل، بس لانه انشطة اطفال مرات الورق الخميل بيكون مكلف. من النصف بلزق كل تنتين مع بعض فوق بعض. ممكن نستخدم 4 ورق، 6، 8، 10. طبعا كل ما حطينا اكتر كل ما كان الشكل 3D اكبر. عملت اكتر من شكل ونزلنا اكتر من فيديو، ممكن تتابعوهم كلهم على الصفحة. تعملوا لايك للمحطة حتى يوصلكم كل جديد منا. الآن بعد ما لزقتهم نستفتحهم بكونوا شكل 3D. لزقت بالنص خيط صوف حتى أقدر ألزقهم على الحائط. طبعا اللاصق بده وقت ليجف للخيط. ممكن نعلقهم فوق بعض كلياتهم ونعلقهم في الحيط. بالتوفيق.